وكفر الاتنشن لغايه ما المدير هيجيب التبعيه اعضاء الشركه والبنك المصري. احد المفاهيم الهامه في البلد هو الاستراتيجي مابنج. الاستراتيجي مابنج هي عباره عن مايند ماب او رود ماب بتربط ما بين اهداف الشركه فاينانشال والنون فاينانشال. بتعمل ربط ما بين الفاينانشال اوبجيكتيف، يعني على سبيل المثال عشان ادور البروفيتابيلتي ممكن ازودها بطريقتين، يا اما ازود ريجنج يا اما اقلل الاكسبنس. وبالتالي الاتجاه السهم زي ما حضراتكم ان لو زودت الريجنج هيزود البروفيتابيلتي او لو قللت الفوق هيزود البروفيتابيلتي. طيب فور اكزامبل ازود الريجنج ازاي؟ احسن الكاستمر كونتراكشن. وبالتالي لو حضرتك حسنت الكاستمر كونتراكشن التبعيه هيزيد الريجنج. فازود الكاستمر كونتراكشن ازاي؟ على سبيل المثال اقلل الويت بايت. فاقلل الويت بايت على سبيل ازاي؟ عن طريق ان هو سايكل تايم، ولو زودت البروف فيكسي التبعيه هتزيد اللور سايكل تايم التبعيه هتزيد الويت هيقل الويت بايت عن الصغر. فنفس المثال ده سريعا العلاقه ما بين الفرصه اللي على الفور بيلر للبلد فور كار والعلاقه ما بين كل اوبجيكتيف سواء فاينانشال او كاستمر اوبجيكتيف او فور او ميرمي او استراتيجي.